التفاصيل والترتيب اللي حصلت بيه الأحداث عشان تأتي لحد مجيء المسيح، وكمان عشان توضح لهم الدور اللي كان معمول الهيكل عشانه ودلوقتي اتحول الهيكل ازاي. وصلنا في الفترة اللي فاتت لآية 44، أنا ما وضح لهم أن موسى نفسه تنبأ عن المسيح وقال أن نبيا مثلي هيكون وسطكم له تسمعون. بعدين بيقول أما خيمة الشهادة، الخيمة دي شافها موسى فين؟ على الجبل، ونزل عملها أما اختار اتنين من الحاذقين في الصناعة ومهتمين، وابتدى أن هو في بنت تايهة، معلش مامتها بتدور على مامتها، انت جيتي لوحدك؟ تعالي. طيب الخيمة دي شافها مين؟ شافها موسى على الجبل. ويقولوا أما خيمة الشهادة، هي خيمة الاجتماع، كانت بتشهد ليهم أن ربنا حاضر وسط الجماعة، فكانت مع أبائنا في البرية، كانت في وسط البرية كلها، وكانت موجودين، ويجي ثلاث أسباط من كل ناحية من الأربع اتجاهات، فال 12 سبت يبقى حوالين خيمة الاجتماع. كما أمر الذي كلم موسى أن يعملها على المثال الذي كان قد رآه، يعني موسى شافها وابتدأ ينفذها تنفيذ عملي. التي أدخلها أيضا آباؤنا، مش بقى من موسى ليشوع، التي أدخلها أيضا آباؤنا استخلفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم الذين طردهم الله من وجه آبائنا إلى أيام داود. جري بقى من يشوع لداود فترة كبيرة جدا، ولكن اللي حصل إيه؟ إن الآباء كانوا بيطرد من أمامهم كل الأمم، الأمم اللي ملكوا أرض كنعان لأنهم كانت أمم أشرار. فربنا أما اكتمل شر الأمم واكتملت محبة شعب إسرائيل لربنا بعد ما أهلك في البرية كل الناس اللي طلعوا من أرض مصر، ومعادة اتنين بس اللي دخلوا منهم، هم يشوع وكالب. فبعد ما نقى شعب إسرائيل في البرية، وكمان ابتدى كمل الشر بتاع الأمم، ابتدى يطرد أمة من قدام شعب إسرائيل ويملكهم الأرض اللي مكانها. ربنا مش بتفرق معاه الأرض، ولكن بيفرق معاه ساكني الأرض. فعشان كده ربنا بسبب محبته لشعب إسرائيل ادالهم الأرض الجيدة، وبسبب شر الأمم طردهم من أمام. طيب أما دخلوا الأرض عشان يتملكوها، أخذوا معهم خيمة الاجتماع، فكانت خيمة الاجتماع دليل على حضور الله وسط الجماعة كلها وسط الشعب. طيب فهنا خلفوا، يعني بعد الأمم ما مشيت من الأرض أو طردوا من الأرض، هم ملكوا الأرض، فعشان كده تخالفوا عليها مع يشوع في ملك الأمم. طيب الأمم دول قدروا عليهم لوحدهم؟ لا، طردهم الله من وجه أبائنا. أنتوا فاكرين كان موسى يرفع إيديه ويشوع يحارب، لكن لو موسى نزل إيديه كان يخسر. طب ولو رفع إيديه؟ وعشان كده مهم جدا الصلاة والعمل. لسه برضو الموضوع اللي كنا بنتناقش فيه، حتة الاتكال على ربنا، لازم أعمل الدور اللي عليا وأصلي وأطلب ربنا، لأن في الآخر النصرة من عند مين؟ من عند الرب. الله من وجه آبائنا إلى أيام داود. فضلت الحروب تستمر لحد ما جه داود، وابتدى تنتشر أو تكبر المملكة جدا جدا جدا. وبعدين كان كل ده وتابوت العهد موجود جوه خيمة الاجتماع. الذي وجد نعمة أمام الله بسبب صلاة داود وطهارة قلب داود، بيقول فتشت قلب داود عبدي فوجدته بحسب قلبي. فداود أما ابتدى ملك على المكان، ابتدى بقى يفكر هل أنا أسكن في بيت مبني وأسيب تابوت ربنا موجود جوه خيمة؟
الذي وجد نعمة أمام الله والتمس أن يجد مسكنا لإله يعقوب، اللي هو بدل ما يبقى في الخيمة يبقى فين؟ في مكان مبني. ولكن سليمان بنى له بيتا. يعني أما طلب أنه هو يعمل لربنا مسكن، قال له أنت تبني لي مسكن، أنا مش بسكن في إيه؟ مساكن مصنوعة بالأيدي. ده السماء هي كرسي لي والأرض موطئ لقدمي زي ما هنشوف. ولكن ربنا ادى سليمان الحكمة ودعاه، اداله يوسف داود جمع أملاك كتيرة وذهب كتير وأخشاب كتيرة، ولكن ربنا ما سمحش ان هو يبني الهيكل لأن قال له لسه ايديك فيها دم، نتيجة ان هو كان رجل حرب. ولكن سليمان اداله ربنا النعمة والحكمة عشان يبني الهيكل. ولكن العلي لا يسكن في هياكل مصنوعات الايادي كما يقول النبي، السماء كرس لي والارض موطئ لقدمي، اي بيت تبنون لي يقول الرب واي هو مكان راحتي؟ اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟ يبقى هنا ابتدى استفانوس يلفت نظرهم ان ربنا ما يهموش الهيكل، ولكن يهمه ايه؟ اما لقاهم ربنا يسوع المسيح جوه الهيكل وعمالين يبيعوا ويشتروا وعمالين يتاجروا، ودخل وصنع صوت وطرد وقلب موائد الصيارفه، وابتدى ايه يقول لهم بيتي بيت الصلاه يدعى. وعشان كده ربنا مش همه شكل الهيكل الخارجي وقيمه الدهب، عشان كده اما بيقولوا له شايف الهيكل والمجد بتاع، قال لهم ده حجر لا ينقض لا يترك فيه على الحجر. وده اللي حصل بالفعل اما دخل تيتوس في سنه 70 ميلاديه وهدم الهيكل، ووصاهم فعلا كده ان ما يسيبوش حجر على حجر في الهيكل. هل العلي يسكن في هياكل مصنوعات ايادي؟ لا. وعشان كده المهم ان ربنا جاي عشان يسكن فين؟ في قلوبنا. طب اما نزل المسيح على الارض ايه المكان اللي سكن فيه؟ اول حاجه اختار مستودع العذراء لانه طاهر، والعذراء لانها نقيه ومتضعه، وعشان كده قال لها الروح القدس هيحل عليكي وقوه العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. طب واحنا اما يجي المسيح يسكن فينا ندخل المعمودية وما نبقاش أولاد البشر الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل، ولكن من الله ولدوا. يتولدوا يطلعوا إيه بقى؟ بدل ما يبقوا هياكل أو أجساد للخطية تبقى هياكل الله. طب ويجي بعد كده يختم علينا بالميرون أو الحلول الروح القدس فينا، فنصير إحنا كمان عبارة عن إيه؟ هياكل الله. انتوا بتشوفوا كلكم تدشين للكنائس كتير الفتره دي، التدشين بيحصل في ايه؟ اول حاجه صلوات، وبعدين يدهن كل حاجه بالايه، ويمسك المذبح يعمل ايه؟ يمسحه بالزيت عشان يفضل المذبح ده مخصص لربنا، مكرس لربنا. طيب واحنا اتمسحنا كلنا بالميرون عشان نبقى كلنا مخصصين لله، فاللي يسكن فينا روح ربنا. اما جه المسيح على الارض ما فرقش ان هو يكون موجود في بيت ملكي كبير، ده اتولد فين؟ في مزود للبقر. وعشان كده مش يالا هذا الاتضاع العظيم، بس خلي بالك ان هو مش فارق معاه شكل البيت، لكن يفرق معاه نظافة قلبك. وده اللي احنا دايما بنطلبه في كل صلواتنا، قلبا نقيا يخلق فيه الله. ليه؟ عشان ينفع تسكن فيه. أنا محتاج قلب نقي يحبك ويحتمي فيك، وفي الآخر لما تسكن فيه وتطهره وتنقيه يليق بهذا بسكنك. أي بيت تبنون لي؟ الأرض كلها موطئ لقدم ربنا. واللي شاف أو خرج من الحياة يقول لك لقيت الحياة دي، الكون ده كله عبارة عن حبة في كف القدير. طبعا كلمة كف أو كلمة إيد أو كلمة بالنسبة للاهوت هي معاني تعبيرية مش معاني حقيقية. يقول الرب أي هو مكان راحتي؟ خلي بالك ربنا بيدور على مكان يرتاح فيه.
وقال لهم كده ابن الانسان ليس له اين يسند راسه. بس يوم ما بيبقى قلبك طاهر ونقي بيجد راحته فيك، يلاقي راحته في القلوب الطاهره، القلوب النقيه، القلوب اللي مليانه محبه. وتبص تلاقي يقول لك كل ما ياتي بثمر ينقيه، عشان يعمل ايه؟ ياتي بثمر اكثر، عايزه يحب الناس اكثر، عايزه يفرح اكثر، عايزه يتملي سلام اكثر، مش عايزه يقول هم للدنيا دي هتمشي كله بيجري، بس عايزه يعيش انسان طاهر ونقي عشان يوم ما يطلع للسماء يلاقي له مكانه حلوه في السماء. اي مكان هو مكان راحتي. عارفين داود يقول ايه؟ لا اعطي لوما لعيني ولا نعاسا الى ان اجد موضعا للرب ومسكنا. اليست يدي صنعت هذه الاشياء كلها؟ اصل ساعات الواحد بيفتكر يقول يا لو الواحد معاه يبني كنيسه كده لاسم ربنا حلو، بس اهم من ان انت تبني كنيسه. ده في مره عشان احنا رايحين للانبا ابرام، بقى الانبا ابرام قالوا له ما يصحش كده تبقى سيدنا الاسقف وقاعد في مكان وحش كده واوضه تعبانه، احنا عايزينك تبني لنا مطرانيه كده حلوه تليق باللي هو الرئيس بتاع المسيحيين في المنطقه يعني. فابتدوا يقول لهم طيب، فييجوا يدوا له فلوس في ايديه، وبعدين يقولوا له فين يا سيدنا؟ يقول له خلاص مشغلين اهو، ها فين يا سيدنا فين يا سيدنا؟ وبعد شويه زعلوا منه جدا لدرجه راحوا اشتكوه وقالوا ده مش ممكن يكون بيعمل، اما لقى ان هو ما بناش حاجه. يقول لهم اصل انا بنيتها لكم مش على الارض، انا بنيتها فين؟ طب هو اعتمد كده على كلام مين؟ على المسيح، على كلام المسيح. لان اي بيت تبنون لي، اي بيت تبنون لي. عشان كده ما واحد يبقى قلبه جامد على اهل بيته او قلبه صعب مع الناس اللي حواليه ومحبيه، خلوا بالكم ان هو ممكن يكون حتى لو بيدي الكنيسة وقلبه جديد على اللي حواليه مش هو ده الهدف. المفروض ان يكون قلبي مليان محبة، المفروض ان انا اكون بأعطي، لان المعطي قال ايه؟ مسرور فرحان، يفرح اللي حواليه يبقى فرحان. فهنا بين لهم القديس استفانوس ان الهيكل مش هو القيمة، ولكن القيمة هي ايه؟ القلوب اللي ربنا جاي يملك عليها. فابتدى يتحول عليهم بقى، لهم يا قصاة الرقاب وغير المختونين بالقلوب. انتوا فاكرين ان كان شرط الدخول في الايمان ان هو يكون ايه؟ مختون. والختان ده رمز الايه في العهد الجديد؟ ها؟ للمعمودية. ان ما كنتش تتعمد مش هتخش السماء. زمان ان ما كنتش تختن ما تخشش في شعب اسرائيل. طيب هنا بيقول لهم بقى انتوا غير المختونين بالقلوب. طب يعني ايه بيقطعوا من القلب حته؟ لا، ده طلع الموضوع ايه بقى؟ ان الاهم مش ختان الجسد. عشان كده بيقول لهم القديس بولس في العهد الجديد يقول لهم ليس الختان بشيء ولا الغرله، بل ها ان كل انسان في المسيح يسوع هو خليقه جديده، خليقه جديده. فهنا اما يبقى الواحد قلبه اغلف، يعني ايه قلبه اغلف؟ يعني عامل زي الامم اللي هم ماشيين ورا الاصنام ورا محبه الدنيا ورا الزنا ورا الافعال الشريره، فدول يبقوا عاملين يقول لك ده غلف القلب، قلبه اغلف، قلبه بيخليه يتصرف زي الناس اللي في الامم اللي عايشين حياه كلها شر. وكلمه قصاة الرقاب، يعني ايه قصاة الرقاب؟ الواحد اما بيكون مضطجع ممكن يوطي ايه؟ راس. لكن اللي قال اللي رقبته قاسية ده يعمل ايه؟ اللي هو متكبر يعني. اما يبقى انسان متكبر ما بيقبلش رأي غيره، وما بيبقى انسان غير مختون القلب بيفضل متمسك بالخطايا اللي اتعلمها زي الامم الغلفاء. غير المختونين بالقلوب والاذان. اتاري ان الواحد اما بيسمع كلمة الايمان او يسمع كلمة ربنا في كلمات بتدخل، وتدخل من الاذن لفين؟ للقلب.
ولكن في ناس بسبب ان يقول لك كده، حتى في العهد الجديد يقول لك كده مستحك مسامحهم، يعني حتى ودانهم تقلت ما بقتش تسمع كلمة ربنا كويس، او حتى لو تسمع كلمة ربنا التيوب اللي هي بتدخل من الودن للقلب مسدودة، في قساوة في القلب، وفي كمان عدم ختان للأذن. طب ده يخلي الواحد يعمل ايه؟ يقول لك أنتم دائما تقومون الروح القدس كما كان آبائكم كذلك أيضا. يعني ابتدى يجيب الموضوع من ايه؟ ان الآباء اللي كانوا عندهم قساوة في القلب لدرجة ان في ناس منهم ماتت في البرية، وناس ماتت في الحروب، وناس ماتت، وناس اتطردت للسبي، كل ده بسبب قساوة قلوبهم وبسبب عدم ختان القلب وختان الأذن. لأنهم لو كانوا سمعوا ربنا زي ما قال لهم كده في أشعياء، يقول لو كنت أصغيت لكلامي لكان كنهر سلامك. يعني ساعات الواحد ممكن يروح منه السلام ويطير منه النوم ويتعب، ليه؟ لأن خطية دخلت جوه القلب. فهنا يقول لهم يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقومون الروح القدس كما كان آبائكم كذلك أنتم أيضا. احنا قلنا ان هو بيتكلم هنا كان ممتلئ من ايه؟ الروح القدس. طب وعمال يكلمهم كلمات نعمة وعمال يشرح لهم من العهد القديم لحد العهد الجديد. طيب هل قبلوا الايمان وخطن في قلوبهم وابتدت ودنهم تبقى موصلة جيدة ورقابهم ابتدت تبقى هادية كده بحيث يوطوا رقابهم عشان ياخدوا النعمة؟ لا. وعشان كده بيقول أي الأنبياء لم يضطهدوا أباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البر. افتكروا بقى أن ربنا يسوع المسيح قال لهم لكي يأتي كل دم من زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق لدم زكريا بن براه. يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء راجمة المرسلين، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة في رخة تحت جناحي، أردت ولم تريد. فهنا نخلي بالنا أن الجيل ده كان بسبب قساوة قلبه. طب هنقول الجيل ده، طب وإحنا لحد النهاردة ساعات بتيجي كلمة النبوة، يعني كلمات العظة، مش لازم النبوة يعني هيحصل إيه بكرة. ساعات كتيرة بتحس ان ربنا بيكلمنا في قلوبنا او بيكلمنا في العظات او بيشاور لنا على خطية المفروض نتوب عنها او على عدم محبة المفروض نرجع نحب بعض او على خطية ادانة او على خطية صعبة ممكن الواحد يكون عاملها وفاكر ان كل حاجة اتنست، ولكن ليس شيء منسيا عند الله. ان ما كنتش تقدم توبة وتعترف، من يكر بخطاياه ويتركها فيرحم. طب واللي يكتم خطيته؟ من يكتم خطاياه لا ينجح. وعشان كده ممكن يكون الواحد لسه مش حاسس بفرحة التوبة. اما نيجي واحد زي داود يقول له رد لي بهجة خلاصك، يحب الخلاص يكون في بهجة. طب والحزن بتاع التوبة؟ يقول لك الحزن التوبة ينشئ فرح، يعني ما يفضلش الواحد حزين وكئيب، لا ينشئ فرح. طيب لكن اللي يضطهد الأنبياء، يعني كلمة ربنا دايما يقعد ايه يلاقي لها صدود ويقفل ودانه عنها، يبقى بيعمل ايه؟ بيقاوم الروح وأكنه بيقتل الايه؟ الأنبياء. قد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار. كان كل الأنبياء حتى أشعياء أما بيجي بيتكلم عن المسيح يقول لك نشروا مناسة الملك، نشروا بالمنشار بتاع الخير. طيب ايه ده؟ انت ليه كنت بتقتلوا الانبياء؟ دول كانوا بيكلموكم بكلمة ربنا. هم مش عايزين يسمعوا كلمة ربنا، هم عايزين ايه؟ تخيلوا بقى لدرجة اما شافوا ان المسيح بيعمل معجزات كتيرة جدا وقوم لعازر من الموت، وكانت معجزة كبيرة جدا، واحد بعد ما مات ليه 4 ايام وانتن، يقول لك تشاوروا لكي يقتلوا مين كمان؟ لعازر. لان كل واحد كان يجي ويلاقيه حي بعد ما كان ميت واتدفن كان يؤمن، فتشاوروا ان هم يعملوا ايه؟ يموتوا لعازر بدل ما يؤمنوا. طب واما قالوا له طب ازاي وهو انسان حلو كده ممكن ان احنا نموته؟ يقول رئيس الكهنه
بروح النبوة، لأنه كان رئيس كهنة، يقول ينبغي أن يموت واحد عن إيه؟ عن الشعب. أي الأنبياء لم يضطهدوا أباءكم وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار، عبدي البار اللي هو مين؟ السيد الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه. افتكروا أن بيلاطس أما جاي بيقول له لست أجد علة في الرجل، وقال له ده أنا أنت مش عارف أن أنا أقدر أطلقك، قال له لا، لم يكن لك سلطان علي أن لم تكن قد أعطيت من فوق، ما تقدرش هتعمل حاجة، ولكن أنا دي ساعتكم وسلطان الظلمة. طب وحصل إيه؟ سلموه، وبعد ما سلموه يقول لهم طب أطلق لكم المسيح ولا أطلق برباس؟ قالوا له لا، أطلق لنا برباس. طب نعمل إيه في المسيح؟ ارفعوا اسلبوا. الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. كان في التقليد اليهودي ان الناموس ده وصل لهم ده عن طريق الملائكة. هو طبعا اللي كتب اللوح اللوحي العهد الاولانيين اتكسروا اللي كانوا مكتوبين باصبع الله، طب والتانيين صنعهم موسى وطلع بيهم وبعدين اتكتبت عليهم الوصايا العشر. وعشان كده بيقول لهم ده الناموس ده كان بترتيب ملائكه. هم لو كانوا بيحفظوا الناموس، هم حافظين الناموس كختان الجسد، لكن القلب اغلف. وعشان كده بيقول لهم عدتم للمكان بتاع العبوديه، عادوا بقلوبهم للعبوديه في العظه اللي قالها لهم دلوقتي. طيب طب والاذن؟ أذن غلفاء، يسمعوا كلمة ربنا يقول لك لهم تسمعون مبصرين ولدتم. الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. من الحاجات اللي حصلت مع القديس الأنبا أنطونيوس أنه كان بيحب كلمة ربنا جدا، فكان في عادته مع التلاميذ يقعد يكلمهم في كلمة ربنا. وهو بيكلمهم في كلمة ربنا جاله مرسول من عند الملك ومعاه جواب من الملك، فدخل في وسطه وهو قاعد في وسط تلاميذه وسلمه الرسالة. وهو قاعد يكلمهم في كلمة ربنا، ولكن لقى حاجة غريبة جدا، إن عينين كل الرهبان عينينها على إيه؟ على الرسالة بتاعت الملك. فأخذها فرصة إن هو يعلمهم تعليم جيد، وقال لهم ان الملك السمائي بعت لنا رسالة يومية بنهملها، ولكن الرسالة الارضية اللي من الملك الارضي مهتمين بيها وعينكم عليها من ساعة ما جت. فنخلي بالنا لتكون كلمة ربنا اللي بتوصل لنا وتحت ايدينا واللي بنسمعها واللي موجودة في الاناجيل تكون مش مفهومة أو مش بندلها الاهتمام الكافي. الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. كلمة حفظ يعني إيه؟ أما بيقول لهم احفظوا السبت، يعني الواحد يقعد يقول السبت 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 ولا يعمل إيه؟ نحفظ الكلمة يعني إيه؟ نعمل بيها. نحفظ الكلمة يعني نعيش بيها. فلما سمعوا هذا المفروض ان نقول نخص في قلوبهم، لكن هم ما يقول ايه بقى؟ حنقوا بقلوبهم وصروا باسنانهم عليه. اما سمعوا هذا ان الهيكل اللي انتم مهتمين بيه ده مش هو اللي ربنا دلوقتي هيكون فيه، لكن ربنا عايز ايه؟ عايز قلوبكم، عايز قلوبكم تكون مختونه عشان تسمع كلمته، عايز اذانكم تكون مختونه عشان تسمع، عايز رقبتكم تكون طيعة ما تبقاش قصات أو غلظ الرقبة. فهنا وضح لهم حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إن الهيكل لا يليق بسكن الله، لأن الأرض كلها موطئ لقدميه. كمان إن هم رفضوا الأنبياء اللي تنبأوا بمجيء المسيح وفي الآخر قتلوا المسيح اللي جاي عشان يخلصه. رغم ان هو كان وجهه كوجه ملاك، الا انهم حنقوا يعني ايه؟ باينوا غزهم وغضبهم.
طيب المفروض بقى ان استفانوس هيدافع عن نفسه يقول لهم لا ما تتضايقوش مني، يقول لهم ايه؟ اما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس. يبقى دلوقتي قال كم مره؟ اما اختاروه انه يكون شماس اختاروه لانه مملوء من الايمان وممتلئ من الروح القدس، واما جه ابتدى يتكلم معاهم امتلئ من الروح القدس وكان وشه كوجه ملاك، ودلوقتي يقول امتلئ. يبقى عمال الروح القدس عمال ايه؟ يزداد في عمل. ليه؟ لانه كان خايف على نفسه ولا خايف على كلمه ربنا؟ كان مهتم ان هو يجاوبهم. يقول لك وهو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. ساعات كثيره اما كنا نشوف مشهد الشباب بتوع ليبيا اللي وهم ماشيين على البحر وبعدين نلاقيهم باصين كده لفوق كانوا شايفين ايه بقى؟ اكيد ربنا ما بيسيبش الانسان، لا يترك نفسه بلا شاهد، وعشان كده ازاي يحتملوا هذا العمل الصعب؟ لا اكيد ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. اما هو فشخص الى السماء وهو ممتلئ من الروح القدس فراى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. بفتكر حاجه من الاباء وحاجه بتسبب الغيره الروحيه، يعني اما كل ما كان يجي يصلي في القداس يقول ونظر الى فوق يحس ان السقف بتاع الكنيسه، مش يحس السقف بتاع الكنيسه ده مبقاش موجود، ويلاقي السماء مفتوحه ويبقى بيتكلم مع ربنا وجها لوجه. مجرد يقول نظر الى فوق، ففي مره قال نظر الى فوق ولقى المهم، فقعد ساكت فتره لدرجة الشمامس عمالين يبصوا لبعض، وابونا سكت ليه وايه اللي حصل، مش قادرين يفهموا. وبعدين نزل عينه وابتدى يكمل. ففي اخر القداس خالص بيسألوه هو انت ايه اللي حصل، كنت تعبان ايه اللي؟ قال لا مش هي لحظة. قالوا له لا يا ابونا، ده احنا تلت ساعة واحنا مستنيين ان انت تنزل عينك او تكمل. فقال لهم لا انا هقول لكم بس بعد نياحتي تعرفوا، يعني ما تقولوش لحد. المهم طلع ان ما بيفتح عينه ناحيه السماء يرى السماء مفتوحه. احنا بنعد اللمض ولا او نقعد نشوف الحاجه اللي بتضايقنا، او عينينا مفتوحه على خطايا اخرين، او عينينا بالدين وتنقد وتنكد، او عينينا متعلقه بحاجات ارضيه وشهوات وقتيه، أو عنينا مستنين حاجة مش مستنين ربنا، مستنين حاجة مش مستنين شخص. في ناس مستنية ربنا عشان كده ما بترفع عينيها بتلاقيه، في ناس مستنية ربنا من قلبها وعشان كده بتفرح أما بتناجيه تتكلم معاه. واحد يقول لا أصل أنا أما باجي أصلي بسرح. تسرح في إيه؟ واحد يقول لك اسرح في الدنيا ومش عارف وايه بلاويها. واحد يسرح في ربنا وجماله، واحد يسرح في اللي مطلوب منه كحاجات جسديه، واحد يسرح في اللي مطلوب منه كحياه روحيه، واحد يسرح في اللي هيعمله بعد القداس، واحد يسرح ان لو ربنا اخذنا من القداس ده على السماء، واحد يسرح هناكل ايه وهنشرب ايه وهنلبس ايه، واحد يسرح يقول لك يا سلام لو تبقى دي اخر اكله، وبعد كده زي ما قال المسيح كده شهوه اشتهيت ان اكل الفصح مع تلاميذ، هي دي شهوتي. سرحتنا في ايه؟ بنسرح بايه؟ واحد يسرح في اللي مضايقه واللي ليه واللي عليه وينكد على نفسه وعلى بيته، واحد يسرح ازاي يوم ما يخرج من العالم ده مش مستني منه حاجة، العالم كله تحت رجليه. يقول لك والعالم لم يكن مستحقا لوطة أقدامه، أما هو ده حدد حاجة تانية بقى، شخص إلى السماء مش من العالم ده مش من الدنيا دي، وهو ممتلئ من الروح القدس فرأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. إذا قبلت أن أنت تشهد للمسيح
هتشوفه. إذا ربنا دعاك للشهادة على اسم المسيح مش ممكن يسيبك. إذا طلبت ربنا يسوع المسيح في وقت الضيق قال لك كده ادعوني وقت الضيق أنقذك، فترى بقى مجدي. رأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله. انتوا عارفين اللي خلى وش موسى يبرق ايه؟ يقول لك ثقب إبرة بس شاف منه مجد الله. فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. حتة يسوع قائم عن يمين الله، احنا قلنا اليمين والشمال وفوق، ده كلمة اليمين يعني في الايه؟ القوة. رجع لقوته الأولى، لأنه أما نزل على الأرض كان أخلى ذاته وأخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس، لكن أما رجع للمجد أو جلس عن يمين أبيه، حتة جلسة دي يعني مساواة للآب. مين اللي يقدر يجلس عن يمين الملك؟ ما فيش غير واحد، هو ولي العهد. ولكن احنا مش بنقول ان هو تناسل، لا، ده هو واحد. كلمة يمين او يسار ده ايه؟ ده يمين القوة او رجع الى القوة الاولى. فصاحوا بصوت عظيم وسدوا اذانهم. ما هي مسدودة اصلا، بس ده ايه؟ اصرار يقومون الروح. وهجموا عليه بنفس واحدة. بصوا اما الشيطان يهيج الشعب واخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم عند رجلي شاب يقال له شاول. ودي اول مرة يتقال عن شاول في سفر الاعمال، اللي هو كان تلميذ لغمائيل وكان حاضر هذه المحاكمة، فشاف قد ايه ان هو بيتكلم بقوة واقتدار وفهم للكتاب المقدس، وازاي شرح الانبياء وشرح الرفض بتاعه ومقاومة الروح القدس، وازاي ان هم فعلا كانوا قتلة الانبياء. كمان خلوا بالكم ان هو شاف ان وجهه منير جدا وكوجه ملاك، وشاف قد ايه كان بيتكلم بقوة وافحم، لان ما حدش قدر يرد عليه، لدرجة ان هم بدل ما يردوا عليه عملوا ايه؟ سدوا اذنه. فكانوا يرجمون استفانوس وهو يدعي عليهم. ها، ايه رأيكم؟ يدعي ولا يدعو؟ وهو يدعو ويقول ايها الرب يسوع اقبل روحي، ايها الرب يسوع اقبل روحي. المسيح وهو على عود الصليب قال كده، قال يا ابتاه في يديك استودع روحي. طيب هنا بقى ما يجي يقول ايها الرب يسوع، لانه آمن ان المسيح هو الله، وما شافه في العظمة كان هو الله، وعشان كده بيقول له يا رب اقبل روحي. ثم جس على ركبتيه وصرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. الواحد في الوقت ده المفروض ان هو بيكون خايف، بيكون متألم، بيكون صعبان عليه اللي بيعملوه فيه. ولكن بصوا هنا، لان هو كان شاخص لفين؟ للسماء، وكان شايف قد ايه السماء جميلة، فما حبش ان تكون الخطية دي اللي هم بيعملوها تحرمهم من السماء الحلوة دي، لان قلبه مليان ايه بقى؟ مليان محبة. هم قلبهم مليان حقد، قلبهم اغلف، ودنهم مسدودة، ورقابتهم قاسية وعنيدة، ولكن هو بيطلب عنهم. وإذ قال هذا ركض. ركض مش مات؟ لا، لأن احنا من هنا ورايح هنقول ايه بقى؟ الراقدين، مش هنقول الموتى. صلاة الموتى دي مش عندنا، عذاب القبر ده مش بتاعنا. احنا عندنا ايه؟ يركض وبعد شوية يعمل ايه؟ يقوم. لعازر حبيبنا قد نام ولكني اذهب لأوقظه. ده مات وعفن؟ لا، احنا ما عندناش كده. ازاي يا رب؟ اصل انا اما اديتكم الروحي واصبحتم هيكل مقدس لله، حتى لو الجسد ده تحول لتراب انا هعمل منه ايه؟
عد واصنعني وعاء آخر مثل ما يحسن في عيناك. وبعدين أخرجوه خارج المدينة ورجموه، والشهود خلعوا ثيابهم. كان لازم عشان حد يموت يكون في شهود، فكان واحد من الشهود دول مين؟ شاول. فخلعوا عشان يرجموا بقى براحتهم، قلعوا الثياب عند رجلين واحد اسمه شاول. اما بيجي حد عليك بتصلي له ولا بتدعي له؟ انتوا فاهمين اقصد ايه بتدعي له؟ نخلي بالنا ان القلب الطاهر النقي ربنا بيسمع له، والقلب الشرير ربنا مش بيسمع له. انا بقول لكم الكلام ده ليه؟ لان لحد اخر قداس كنت حاضره تقريبا يوم الاحد، حد باعت دعاوي على ناس، عمال يدي على ناس وبعتين. انا بس هستأذنكم.